قال الدكتور شوقي علاء مفتي الديار المصرية أن مصر تواجه في الوقت الحالي حرب مستعرة ضد الإرهاب. وأضاف مفتي الديار المصرية أن الحرب ضد الإرهاب لا تقل بأي حال من الأحوال عن حرب العبور العظيم في 6 أكتوبر في العام 1973، موجها بتلك المناسبة تحية تقدير وإعزاز لجنودنا البواسل الذين بذلوا وما يزالوا أرواحهم من أجل الوطن.